يا صباح الخير هبة، صباح الخير لارا. مرة صباح ثانية النور. نصبح عليكم، وكان يعني عطوفة مدير الأطلال الزراعية عندكم، واحنا بنحكي عن المناطق الزراعية قديش يعني ممكن الإنسان يستغلها صحيح صحيح من خلال قروض بسيطة اللي تساهم فعلا على رفع مستوى الدخل بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للشباب. اليوم احنا في هذه المشغل البسيط بقرية على العالي، شاب جامعي عم يشتغل على حاله، تعلم مهنة من والده ومن جده من 150 سنة، هاي المهنة متوارثة هنا في هذه العائلة. معتز هوشان شاب زي ما ذكرنا جامعي، اشتغل على نظام يعني الجد والجد الجد كيف كانوا يصنعوا السيوف، كيف كانوا يصنعوا الخناجر، والآن أصبحت يعني مهنة رائجة وبدوا يعيدوها زي ما بقول لي الآن معتز، إنه بدنا نعيدها وتصبح تراثية ونظلنا محافظين على هاي المهنة حتى يعني مضافاتنا تتزين فيها زي ما كان زمان وتتزين فيها بيوتنا، لأنه فعلا الشاب لما يشتغل على حاله بيقدر أنه يصنع من نفسه رجل عامل قادر على تحمل مسؤولية بيته في حال أنه كان عنده هناك عائلة. منصبح عليك معتز، نقول لك يعطيك العافية. سيد صباحك، صباح الوطن الجميل، صباح الأردن الحبيب، صباح جلال سيدنا أبو حسين. أهلا وسهلا فيكم هنا ببلدنا بأردننا، أهلا وسهلا فيكم بقرية العالم، مشغلي البسيط المتواضع. أهلا وسهلا فيكم أخي معتز. أنت لا شك تعلمت من والدك وأنت طالب جامعي وبتدرس وبتصرف على حالك من خلال شغلك، تحكي لي بداية هاي المهنة قديش عمرها عندكم؟ عمرها تقريبا من 150 ل 200 سنة تقريبا، ابتدوها جدودنا وآبائنا وأصبحت متوارثة لغاية ما وصلت لعندي تقريبا للجيل الحديث. يعني أنت كيف هيك شغفت بهذه المهنة، حبيتها حتى وأنت الآن متقنها وحتى يعني عم تعمل سيوف أصبحت منافسة عالميا زي ما ذكرت لي؟ صحيح سيدي، أنا تعلمت الأساسيات وأساسيات المهنة من أبوي ومن أقاربي، وبدأت العمل والتطوير عليها حتى أصبحت يعني بهذا الشكل الجميل اللي أنتم شايفينه حاليا، وتم تطويرها عبر فئات ومراحل من السنين ولغاية ما وصلنا للتطوير والشكل الحالي. يعني نشوف احنا وياك، يعني تحكي لي عن هاي السيوف شو أنواعها، وانت بتحكي لي انه الآن أصبحت يعني تنافس على مستوى عالمي بالنسبة لمثل هذه الصناعات. سيدي ابتديت أنا بداية صناعة السيوف العربية زي الشكل الحالي زي هيك، اللي هو الانحناء البسيط والشكل الأساسي للسيف. بعدين ابتديت بالتطوير والعمل على نفسي، يعني بديت من أقرب للأبد، ابتديت بصناعة السيوف التركية، السيف الغازي أرطغرل. الحمد لله بفضل ربنا أول من اشتغلوا بالوطن العربي، ابتداية من أدق التفاصيل بالنصل لأدق التفاصيل بالزخارف والنقوش الخارجية، وبفضل ربنا طورت ووصلت لصناعة السيوف اليابانية بتفاصيلها الدقيقة وتفاصيلها الجميلة زي ما أنت شايف حاليا. الكاميرا أنا تشوف أحسن كمان كيف يعني أنت عم تشتغل، يعني كيف بتزين السيوف؟ يعني إحنا بنعرف النصلة ممكن تكون فولاذ، ممكن تكون ستانلس ستيل حسب الطلب. يعني النصال تقريبا 95% تصنع من الفولاذ، إما من فولاذ ريش السيارات أو النوابض السيارات، أو تستخدم من أنواع الفولاذ الألواح تقريبا. وبعدين تيجي المعادن الثانية زي الستينلس، زي اللي فيها ناس تطلبها النصل الحديد. يعني بقول لك أنا بهتم بالمنظر الخارجي، بيهمني بس المنظر الخارجي، ما بيهمني محتوى السيف، أنا بدي إياه منظر بس، بتم تصنيعه من الحديد. طيب يعني بيش بتزينه؟ والمواد اللي بتجيبها هل كلها موجودة بالسوق المحلي، ولا بتستورد مثلا بعض الرقائق مثل القصدير أو الفضة بتجيبها من برا؟ تقريبا أغلب المواد المستخدمة تستورد من خارج الأردن، بداية من الأخشاب لغاية ما نوصل للجلد والنحاس. يعني تقريبا 95% من صناعة السيف خارج الأردن. بعض الشغلات اللي نشتغلها يدوي مثل واقية السيف، واقية اليد، اللفائف الجلدية هي تصنيع يدوي، وبقية المواد والخامات. يعني في كمان سيوف عربية أنت اشتغلت عليها بعجالة، تحكي لي يعني الآن هل مطلوبة هذه، في لها سوق يعني بالسوق المحلي؟
سيدي الآن أغلب كل صار التصنيع كله حسب الطلب، حسب الزباين، يعني بطل فيها لها أسواق كبيرة جدا، صارت أسواقها محدودة، صارت الناس يعني بس اللي لها قدرة مادية تشتري أصبحت اللي تشتريها فقط. شكرا أخ معتز، الله يعطيك العافية. يعني زي ما شفتي هبة ولارا شاب يعني جامعي يشتغل على حاله، توارث مهنة عن والده وجده، فكثير من الناس هون يعني شباب صاروا بيعوا أرضهم وأرض زراعية مشان والله يفتح شغلة أو يعمل مصلحة أو حتى يشتري سيارة وتكون استهلاكية. فالشباب لما يتعبوا على حالهم ويشتغلوا بالتأكيد راح يكون لهم مصدر دخل وما يضطر يبيع قطعة أرضه وبالتالي يصفي بدون أي شيء. نصبح عليكم من بلدة علعال، وهذه اللقطات لي مصنوعات الشاب معتز هوشان وما ينجزه خلال عمله بعد ما يروح من الجامعة.